الناحية الثانية سيدنا، بالنسبة للدعاء، إذا كان مثلا شخص يعني يدعو، هل من الضرورة أنا أن أؤمن حتى يعني يقبل الدعاء، أم ما بالضرورة، بس يعني يكفي السماع؟ لا، احنا نوضح لي الآن يدعو فين يعني. لا يعني مثلا أنت مثلا عم تدعي سيدنا، أنا مثلا يعني مرة مثلا بقول آمين، ومرة مثلا ما بقول آمين مثلا. ممتاز. طيب انت الآن كأنك تريد ان تقول يعني ايش حكم التأمين على الدعاء، صح؟ ايوه بالضبط، اي نعم هذا هو سؤالك يعني. نعم طبعا لابد ان نعرف، جزاك الله خير، ان الدعاء عبادة، وان التأمين على الدعاء ايضا عبادة، اي نعم وان التأمين ايضا على الدعاء عبادة، لان كلمة آمين معناها اللهم استجب، نعم اللهم ايش، استجب اللهم استجب. ولذلك يعني الشيخ بن باز يقول رحمه الله، يقول انه يستحب لك انك انت لما تسمع الدعاء انك انت تؤمن عليه، انك انت تؤمن ايش، انك انت تؤمن على هذا، ان تؤمن على هذا الدعاء، يعني معناها اللهم ايش، اللهم استجب. طيب تبقى هنا مسألة مهمة جدا، وهي احنا نريد ان نقولها، وهي مسألة مهمة من المسائل. طبعا اللي احنا زي ما قلنا التأمين على هذا الدعاء، طبعا عندنا الدعاء يأتي بنوعين، يأتي من حاضر ويأتي من غائب، صح ولا لا؟ نعم سيدي، نعم انت معايا، الله يرضى عليك. الدعاء معك، يأتي من حاضر او من غائب. طيب ايش نعم مثال الدعاء من حاضر؟ بجوارك مثلا لا الجماعة. زي، لا لا زي ما انا الان، انا عن اي هل طريق ان انا جالس معكم لايف الان، او انك انت جزاك الله خير من خطبة جمعة الان على الهواء مباشرة، فهمتني؟ او اي انت نعم جالس في مجلس علم او الى اخره، هذا يسمى الدعاء من ايش؟ أي الدعاء من من حاضر. حاضر. هذا يشرع التأمين على دعاء الحاضر سواء كان عبر وسيلة او مباشرة، وضحت؟ يا شيخ طاهر، نعم يا حبيبي، سمعانك تمام. انت ما انا بكلم نفسي. طيب ما انا بقول لك، انت فهمتني في دي ولا ما فهمتنيش؟ لا فهمتك سيدنا، انه نعم خلاص، انه الدعاء من حاضر طيب مثل ما نعم. ممتاز. طيب الدعاء من غائب، ايه معنى من غائب؟ اللي هو يكون من شريط مسجل وليس على الهواء مباشرة. نعم هذا قالوا لا يشرع التأمين عليه، لأنه ليس هناك شخص يدعو على الحقيقة، فهمتني؟ نعم. وهذا قالت به اللجنة الدائمة، وأفتى به الشيخ بن باز رحمه الله رحمة ايش؟ رحمة واسعة. هو انا سيدنا انه الباعث كان على السؤال كله، لانه كنت اتذكر انه كان شيخنا الله يرحمه كان يقول ترى يا يعني انه يعني يا اولادي انه ايش انه امنوا على الدعاء، لانه اذا ما امنته يعني ما يستجاب، لازم تامنه. فهيك اللي يعني صارني اني لا لا، بس أولا بالنسبة لقول إذا ما أمنت لا يستجاب، هذا يحتاج إلى دليل. يعني انه كانكم ما يعني ما كنت كن حضرت لا الدعاء او لا كان لا، ايش. هذا يحتاج إلى دليل، لكن قلنا يشرع، فبعد ذلك هل يجب أم يستحب؟ نعم طيب هنا تبقى المسألة الأخرى، هل يجب ولا إيش؟ يستحق. ولا يستحب، هذه مسألة أخرى. ايوه الله يجزيك خير. المسألة الثانية المهمة، طالما نحن الآن في الموضوع هذا، التأمين عند الدعاء والخطيب يخطب يوم الجمعة، إيش رأيك؟ نعم التأمين ايوه انا بعرف انه بس عدم الرفع هو اللي وارد، بس اما التأمين ما بعرف. يؤمن في نفسه، لأن يقول لك ومن قال لصاحبه أنصت فقد لغى، يؤمن في نفسه
من دون حركة اللسان الله يجزيك الخير. أيوة يؤمن في نفسه وليس جهرا. هنا مسألة أن يؤمن فين؟ في نفسه. قاله الشيخ بن باز رحمه الله، وقال الشيخ الألباني لا يجوز، ما يجوز هنا أن هو يؤمن جهرا فين؟ في والإمام يدعو، عرف. وطبعا ما في رفع أيدي، رفع الأيدي في الاستسقاء. ويؤمن بينه وبين نفسه، واستدل بحديث ومن قال لصاحبه أنصت فقد إيش؟ لغى، فقد لغى. إذن إحنا الآن فصلنا ووضحنا مسألة التأمين في الدعاء عموما من حاضر أو من غائب، والتأمين في الدعاء لما يكون في خطبة إيش؟ في خطبة الجمعة. نعم، الله يجزيك الخير. نعم، الله يرضى عليك.